انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو فاضح لجامعة بوذريع، وأثار الفيديو جدل على منصات التواصل الاجتماعي التي ظهرت في جامعة بوذريع والتي ضجت بها الصحف والمواقع الإلكترونية. وتأتي القصة في فيديو فاضح لجامعة بوذريع والتي تدور بين طالب وطالبة وهما في موقف غير أخلاقي في الحرم الجامعي، وأثارت هذه القضية غضبا شديدا بين الناس، وطالبوا الكثير بمعاقبة الطالب والطالبة حول هذا الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في الإعلام الجزائري. وتمت مشاركة مقطع فضع عبر التيك توك، ويطالب عدد من القادة والنشطاء على مواقع الويب والمنصات بمعاقبة الطلاب الذين شاركوا في هذه الجريمة، وهو ما يعاقب عليه القانون. ويجب أن تكون هناك قوانين وقائية لمثل هذه الأعمال التي تضر بالمجتمع العربي والمجتمع الإسلامي.